اهلا وسهلا بيكم على قناة فان هاوس مرة تانية. هنكمل مع بعض شغل في ماسك الأرنب. فاضل لنا نعمل الرجل اللي هي القدم من تحت. في ناس سألوني على القدم بتاعة الكلاون بتتعمل ازاي. انا ايه الخامات اللي هحتاجها في اي شوز تتعمل او اي قدم تتعمل سواء ماسكات أشخاص أو حيوانات؟ هحتاج سفنج اللي هو 12 سنتي زي كده، ممكن لو حابب مثلا أجيب أدخن كمان 15 سنتي أوكي، بس أنا دايما بشتغل بال 12 ده حلو. ده رقم واحد. رقم اتنين، هجيب كاوتش. عارفين طبعا كاوتش الأرضيات ده هو بيبقى ظهره هنا شوية ناعم، والظهر ده بيسموه بالمصطلح في السوق زفر، اللي هو ده بتاع الاحتكاك في الأرض. ده الكاوتش بتاع الشباشب، ليه اسم تاني في اللي إيفا. ده تخانة سنتي أو سنتي وربع. طبعا دي أنا شايف التخانة دي برضو يعني لو أقل من كده برضو بتنفع للجزم أو رجول الحيوانات ورجول الأشخاص. برضه من باب الشعرية، أنا بحاول أجاوب على كل الأسئلة اللي كل الناس بتحب تسألها. طيب، إزاي هعمل باترون للأرنب أو للكلاون أو وات ايفر، إيه الشخصية اللي أنا عايزها؟ أبسط حاجة هجيب ورقة مثلا A3، أنا طبعا دول ورقتين A4 لزقتهم في بعض، وهقسم نصين. هنبتدي مثلا بالشكل بتاع رجل الأرنب. نتخيل مع بعض إنها تقسم على الثلاث صوابع. دي تقريبا بتبقى في حدود 40 سنتي. ومن هنا جزء هيتفتح. هيطلع معايا بالمنظر ده. طبعا يعني ممكن اقسمها لكم مثلا بطريقه ثانيه. تخيلوا معايا ان مثلا بتاعت الكلاون نفس الفكره، مثلا متخيلين بتاعت الأشخاص بتبقى في الغالب كده اهو، ده الشكل بتاعها وهي على الأرض. طيب نكمل شغل برجل الأرنب. عندي في المكتب ممكن نصغر من هنا شوية.
مرة تانية اخدها بالعكس عشان اوفر في السفنج. أول مرحلة ممكن بالمرة كمان أرسم على الكاوتش. الرجل أعرض سنة، ممكن نرفعها شوية على قد الكاوتش الموجودة معانا. في الباترون طبعا مش محتاج اعمل دايره هنا لان ده هيبقى من تحت، فانا محتاج رجلي تبقى مقفوله من تحت. خطوه مهمه جدا، ازاي اقطع الكتله الكبيره دي؟ لما نحط الكتر كده السلاح مش هيوصل لكل المساحه دي، السلاح هيوصل لغايه هنا. فانا هاخد على مرحلتين، بمشي الاول برضو عمودي اكني منشار اركيد، بعد كده ابتدي ادخل الليفل التاني. بعد ما قصيناهم في الوش اللي انا رسمه ده دايما بيطلع انضف حاجه في القطع، فبالتالي مش هقلبه كده، خليني في الجنب الملخبط ده عشان هو ده اللي هننحت فيه. هعمل خط هنا وخط هنا وهكذا هكذا، بس
ناخد واحدة منهم نبتدي بقى نشكل. كده اهو ابتدي بقى بسهل على نفسي في خطوة التنعيم، باخد اكبر شوط ممكن اخلصه بالقطر. اقلبها الجزء بقى اللي هيبقى الرجل هتدخل فيه. هنزل تقريبا كده قيمة 5 سنتي. داخل القطر من جوه هنا كده نساوي كل ده. كده اهو يبقى الخطوة اللي فاضل لي التنعيم، وهكذا الناحية التانية. كده اهو بعد ما خلصناهم تشكيل كمرحلة أولانية، هبتدي المرحلة التانية التنعيم. آخد برضه جزء بجزء.
انا احب لو في اي حد عنده اي استفسار يكتبه لي في الكومنت تحت الفيديو على طول، يعني بدل ما يبعت لي على الفيسبوك او على الواتساب، لا يكتب استفساراته على القناة على طول، عشان بس في اوقات كتير انا ما ببقاش يعني بفتح هنا او هنا، فممكن السؤال يتوه مني فافتكر اللي سأل كان خاص بفيديو ايه بالظبط، وهكذا بكمل في كل الصوابع. دول كده بعد ما اتنعموا او بالمنظر ده، طبعا شكلهم بقى جميل جدا، لكن الخطوة دي ابتدي نقطع الفوم. طبعا مش عايز اقول لكم الحرص، كل الحرص، لان الخامة ناشفة ومحتاجة تركيز وانا بقطع. اول كمان سنة كده انا قطعت الفوم. كذا بعد ما خلصنا قطعهم نبتدي نجيب الجرعة، ندي برواز كده اهو، كده الكاوتش خلاص. اخد الاسفنج برضو، ياخد حته برواز من الطرف، وكده بعد ما الغيره نشف كده لزقه من فوق، ما بضغطش عليه الا متاكد انه اتظبط
في كله. كده اضغط عليها والاحد كده. انا عندي الرجل بقت جاهزه، فاضل لها الكسوه بتاعتها اللي هي الفرو الابيض. برضه هشوف الفرو اتجاهه رايح لفين، رايح لتحت، هقص حته دي. طبعا اكتر حته هحط فيها الغيره الحته اللي جوه، عشان انا عايز ابين التفصيله بتاعت الكسره دي. اريح الفرو عشان يديني الكسره اللي انا عايز ابينها بتاعت الصوابع. الحته اللي بعدها ما بوصلش لغايه الكاوتش تحت، بسيب جزء بختم بيه، بقفله بمسدس الشمع، بيبقى أمتن جدا. ياخد وقت شوية عشان الجرب يتهوى طبعا. انا اخلص كل المسافة البعيدة، اسيب اخر 5 سنتي الكاوتش والاسفنج. وبكمل كده وهكذا برضو في الجزء التاني. كده بعد ما خلصنا الكسوة بتاعتهم نيجي في الخطوة اللي هقفل بيها بقى الحتة اللي تحت مسدس الشمع. أشد طبعا الفرو، أمشي حتة حتة مش مستعجلين يعني. لازم اتاكد كويس جدا ان الفرو خد من الشمع. الشمع بيديني ميزتين، القوة والسرعة. بس
زيادة في الآخر هلف عليها واحدة واحدة كده بتقص، وهكذا بكمل كل حاجة بلف بيها حتة حتة. اكمل الحتة التانية نفس اللي اتعمل في اللي قبل كده. كده بعد ما انا ثبت تحت ابتدي اقص زيادة. الوصلة اللي من ورا بسيب لها حتة عشان تتخيط. كده انا فاضل لي الفتحة اللي هنا. الفتحة اللي هنا انا بعمل حرف واي، بدخل من هنا ومن هنا ومن النص. ومسدس الشمع بعد ما اخيط دي، يبقى كده انا عندي الرجل جهزت، وكده اكون انا خلصت ماسك الارنب كله. عملنا الراس مع بعض والرجل. طبعا الجسم هو ده اوفرول، انتوا بتفصلوه على حسب مقاس الشخص اللي هيلبس بالالوان اللي انتوا عاوزينها. اشكركم، ومش عايز افكركم طبعا بدعمكم للقناه بتاعتنا، سبسكرايب ولايك من فضلكم، وشيروا على قد ما تقدروا عشان القناة توصل لأكبر عدد من الناس يستفادوا بيها. شكرا.